فقد نزل القرآن مطالبا هاتين البنتين الخبيثتين عائشة وحفصة بالتوبة، ولكنهما أيضا توليتا وما تابتا. لم يحدثنا التاريخ قط عن أن هذه الآية، أعني قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، هزت شعرة في عائشة أو شعرة في حفصة. خطاب من رب العزة، رب الأرباب، رب العالمين. أنت اجعل نعوذ بالله نفسك في محل أبي بكر أو عمر أو عائشة أو حفصة، تجد القرآن ينزل يطالبك بالتوبة، ماذا تفعل؟ كيف تضطرب؟ ماذا يحل بك؟ لابد أنك إذا كان لديك شيء من الإيمان تترك الدنيا وما فيها وتربط نفسك بسارية من سواري المسجد وأنت تتوب، تقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، حتى تنزل آية أخرى فيها قبول توبتك. المسألة خطيرة. الثلاثة الذين خلفوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، ماذا حصل لهم؟ راحوا ربطوا أنفسهم سواري المسجد، كادوا ينتحرون أصلا بعدما نزل القرآن في شأنهم، فنزلت توبتهم بعدئذ، ارتاحوا نفسيا. هل مثل هذا نجده من هؤلاء الأربعة؟ أبو بكر، عمر، عائشة، حفصة. إجماع الأمة أن قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما إنما هو خطاب من الله عز وجل لعائشة وحفصة. أين تأثر عائشة وحفصة بهذا الخطاب الإلهي؟ لا قرآن نزل أبلغنا أنهما تابتا وتاب الله عليهما، ولا حديث نبوي حتى حديث ضعيف حتى ولو كان ضعيفا أخبرنا أو أنبأنا أنهما تابتا، ولا أثر البتة لأي ردة فعل معقولة من أي إنسان مؤمن لو كان في محلهما، لا يوجد. هذا ينبئك عن أنهما كانتا من المنافقات، كأنهم خشب مسندة لا تأثر، خشب خشب ما يتأثر، لأنه لا يقيم وزنا أصلا لهذا القرآن، أصلا لا يؤمن بأنه هذا قرآن من الله تعالى، إنما شيء تقوله محمد بن عبد الله حاشاه صلوات الله عليه وآله.